السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة النهاردة في مقدمة البرنامج أشدت بجهود المفاوض المصري والوسطاء أيضا، ولكن كان في كلمتين كده صدروا عن مصر بيكلموا فيها أن مصر ترفض التعاون مع إسرائيل في هذه اللحظة بسبب مساعيها للخراب المستمر ودخول رفح والاستمرار في عمليات الإبادة الجماعية وغيرها، مش بنفس الألفاظ اللي أنا بقولها، لكن في حالة عدم رضا عند مصر عن الموقف الإسرائيلي. فمع الإشادة بموقف المفاوض المصري وأنه كان صبورا ومتحملا ويعرف تماما العقلية هنا وهناك، يعرف تماما عقلية الإسرائيلي والمفاوض الإسرائيلي ويعرف عقلية الفلسطيني ويعرف عقلية الحمساوي، يعني كل دول لأنهم مصر على دراية شديدة بيهم، فكان عندها الصبر والجلد في أنها تتعامل مع هذه الأمور. لكن هل بدأ ينفذ صبر مصر؟ هل هي رسالة تبعثها مصر إلى إسرائيل أنها أصبحت خارج أي خطوط مقبولة من أكثر الناس صبرا وقبولا لما يحدث على طاولة المفاوضات، وقبولا فقط لما يحدث على طاولة المفاوضات وليس من الممارسات الإسرائيلية التي تحدث في غزة؟ وفي نفس الوقت عندنا يعني جانب أمريكي هو من الوسطاء، ولكن رأيه متضارب، مرة جهة تقول والجهة الأخرى تقول العكس. سنوقف الأسلحة، لن نوقف الأسلحة، سنرسل الأسلحة، لن نرسل الأسلحة. فالموقف ضبابي يتطلب مننا أننا نناقش الأمور عشان نفهم فعليا ايه اللي بيحصل على الارض، مع ضيوفي الكرام الدكتور عبد العليم محمد مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ودكتور اشرف سنجر خبير السياسات الدوليه لقطاع اخبار المتحده. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. والكاتب الصحفي الاستاذ اسلام عفيفي رئيس مجلس اداره اخبار اليوم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك والف مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ. بدايه دكتور عبد العليم، هل بدا صبر مصر ينفذ؟ لا أعتقد أن مصر صبرها ينفذ، لأن مصر لديها رؤية استراتيجية للقضية كلها، يعني ضرورة وقف المسلسل الإسرائيلي، مسلسل اجتياح رفح وتصفية القضية الفلسطينية والتعدي على المدنيين الفلسطينيين، وفي نفس الوقت أيضا مصر ترى أن الوساطة بين حماس وإسرائيل هي الباب الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة أو لنزع فتيل هذه الأزمة والحقول دون تطورها إلى مستويات خطيرة أو أخطر مما هو الوقت الحالي. في نفس الوقت أيضا أن المفاوض المصري لديه خبرة يستند إلى خبرة طويلة، يعني تاريخيا طبعا مش عايزين نقول منذ ثورة 19 عندما تشكل الوفد المصري برئاسة سعد زغلول وتفاوض مع الاحتلال حكومة مع احتلال بريطانيا حول الجلاء والدستور وكذا وكذا، وانتهى الأمر بتصريح 22 فبراير إلى آخره. لكن على الأقل فيما يتعلق بالملف الإسرائيلي الفلسطيني وملف غزة وإسرائيل وحماس وإسرائيل، المفاوض المصري كان دائما حاضرا وكانت وساطته في عديد من الحالات ناجحة. أنا أذكر على وجه التحديد وساطته عام 2021 عندما كللت هذه الوساطة بالنجاح، وأشاد الرئيس الأمريكي بايدن في أول اتصال تليفوني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تولي بايدن الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، أشاد بهذه الوساطة. الآن في نفس الوقت أيضا زي ما أشرت حضرتك أن المفاوض المصري لديه خبرة بالملفات المطروحة، يعني ملف النازحين، ملف غزة، ملف السجناء الفلسطينيين، مطالب حماس ومطالب إسرائيل، لديه لدى المفاوض المصري قدرة على بلورة حلول وبلورة وتقديم توصيات واستيعاب الأطراف. نعم. فبالتالي احنا إذا مفاوض يعني لديه خبرة ومؤهل لممارسة هذا الدور، وأنا أعتقد أن مصر لن تتخلى عن هذا الدور، ولكن رفض التعاون مع إسرائيل في حال طالما استمرت في السيطرة على معبر رفح هذا أمر غير مقبول، ومصر لن ترفضه تماما. نعم. دكتور أشرف، يعني برضو احنا في نفس الإطار واحنا بنتكلم نقول إن النهاردة في خلال الشهور اللي بدأت فيها المفاوضات من ساعة الهدنة الأولى وما بعدها، شايفين الطرفين كل واحد
مرة ده يتعنت ومرة ده يتعنت 100 مرة ومرة ده يبقى بيقول كلمة ويرجع فيها ومرة ايه، فده خالق حالة من الحالات. انا متذكر كان في تصريح لمتحدث وزارة الخارجية القطرية من 3 أسابيع وهو بيقول انا مصاب او نحن اصبنا بالاحباط من الاطراف. ورغم ذلك المثابرة موجودة كانت عند الطرف المصري على مواصلة ده النهاردة وهم على بوابة معبر رفح، هل ده استفز مصر بشكل كبير؟ بالتأكيد التخبط في تل أبيب منذ 7 أكتوبر في قراراتهم تجاه دول الجوار تجاه مصر بالتهديد من قبل ما يبقى في اكتساح لقطاع غزة في شمال غزة وعينهم على الحديث على رفح ب يعني إطلاق مصطلحات رفح بأكثر من مرة. ده أمر طبعا كان مهم لأن المفاوض المصري صانع السياسة في مصر كان في يعني رؤية سابقة لفهم العقلية الإسرائيلية اللي هو المخطط الأساسي إن هو عايز يهجر الفلسطينيين إلى سيناء. دي كانت نقطة واضحة ليه؟ يعني لما تشوف تصريحات بن غفير سموتريش، يعني بن غفير مثلا عمل جملة كده بيقول لك أنا بحب بايدن بحب حماس، ده يعني ان هناك عدم مسؤوليه في استخدام التصريحات. فالداخل الاسرائيلي داخل يعني يقود مجموعه من المتطرفين الذي يمكن يطلق عليهم انهم اشبال في السياسه، يعني سذاجه، في سذاجه شديده، شديده قوي بين سموتريش وكلام بن غفير. والهدف الاساسي ان احنا بنتحدث على ان الشعب الفلسطيني او القضيه الفلسطينيه غير موجودة. الموقف المصري كان في إدارة خلية الأزمة كان في نقطة مهمة اللي هي التخاطب مع الولايات المتحدة الأمريكية وإن مصر لها حدود من المرونة وحدود من الثبات على قضايا معينة وموقف معين. كان ضروري قوي إن الجانب الأمريكي يبقى فاهمها لأن تحركات الإدارة الأمريكية أو ما تعطيه للإدارة الإسرائيلية هو بيعبر عن الخلاف الداخلي اللي موجود في البيت الابيض. يعني اذا اتكلمنا عن مستشار الامن القومي جاك سوليفان، اتكلمنا عن انتوني بلينكن، دول حته مع بعض. كاميلا هاريس، ويليام بيرنز. ايه اللي فكرك بكاميلا هاريس دي؟ احنا ما سمعناش عنها من زمان قوي. بس هي كان لها دور مهم جدا رغم ان زوجها يهودي امريكي. ولكن بنتها وهي كان لهم موقف باين جدا تقدمي للدفاع عن الفلسطينيين. بس ده شويه صغيرين وسكتت. هي وسكتت بس كانت قصه الشريط اللي بدا يجي بعديه بقى كل اساطين الحزب الديمقراطي اللي هو بدا يؤدي الانقسام داخل امريكا نفسه الان وبيؤثر على بايدن لان بايدن يعني هو عنده عقيده اللي هي الايفانجاليكان اللي هي جايه من ايه؟ قال حمايه اسرائيل هو نص ديني يجب ان نحميها. يعني حتى في سؤال رئيسه جامعه كولومبيا نعمة شفيق الرجل السيناتور بيقول لها يعني اسرائيل ديت واحنا يعني في نص قران نص اسف انجيلي. انجيلي بيقول الكلام ده وهي قالت له اوكي. فدي دي دي حته خطيره جدا. يعني انت بتواجه يعني ابعاد في عقليه متطرفه متشدده مع اشبال للسياسه داخل تل ابيب ونتنياهو مخطوف ولا يعطي خطا لحمايه سياسة هو المفروض كمحنك سياسي في إدارة مشهد الدولة الإسرائيلية رئيس وزراء يعني يكاد يكون رئيس وزراء مدى الحياة رغم فساده، ولكن مصممين على أن هو يبني هذا التحالف ويحافظ عليه بما يضر حتى بمصلحة إسرائيل. صحيح، هو الكل مضرور في ما يحدث. خليني برضو أسأل حضرتك أستاذ إسلام، كنت بقول في مقدمة البرنامج أن المشكلة في إسرائيل أن ليس فيها رجل قوي قادر على اتخاذ القرار، وحتى لو كان نتنياهو زي ما تفضل الدكتور أشرف وقال أنه سياسي محنك، ولكن هو يعني ليست لديه قوة أن هو يقف قدام الناس ويقول لقد قبلت بكذا وإلا كان هيبقى منهزم هو ومن معه من قادة في إسرائيل. نتنياهو يختم حياته السياسية بصفحة من الفشل وصفحة مظلمة في تاريخه السياسي، ومش بقول ده يعني حكم متسرع أو حكم
في نوع من العاطفة. توماس فريدمان كل مقالاته فيما يتعلق بما يحدث في غزة والتعاطي نتنياهو تحديدا مع الأزمة على مدار شهور، رأى أنه فاشل وكان يجب أن يفسح المجال لانتخابات مبكرة وحكومة أخرى تدير هذا الملف وتدير هذا الصراع حتى لو أدارت الحرب. ولكن نتنياهو يصر أن يدير الحرب وإطالة أمدها إلى أقصى مدى ممكن، هدف استراتيجي ومش حقيقي أنه هو يعني معني تماما بمسألة الرهائن وتحريرهم. من حرر الرهائن هي صفقة الهدنة أو الهدنة التي تمت من قبل وبالتالي الرهان على يعني على القصف والتدمير والفوضى والعناد في هذا الأمر لن يحقق أهدافه المعلنة اللي هي تحرير الرهائن، هي ما يعنينا أولا. لكن كمان عنده يعني عنده أزمة داخلية كبيرة جدا، هو يتسلح بالحكومة المتطرفة وكأنه يبدو وسط هؤلاء بأنه المعتدل. أيضا هناك المظاهرات ما بين الطرفين، هناك مظاهرات للمتطرفين وهناك مظاهرات للمطالبين بالإفراج عن المحتجزين، فهو حبيس ورهين أطماعه السياسية الشخصية ومحاولة القفز إلى الأمام للهروب من الفشل بتحقيق انتصار، يعني انتصار مطلق سماه كده، وده مش حقيقي، ما في لا يمكن تحقيق انتصار مطلق على مقاومة طالما هناك احتلال. ورغبته في أنه يطيل أمد الأزمة حتى ليحاكم ويتعرض للحبس بتهم الفساد. لكن هناك أمر آخر مهم في ظل هذا الحادث داخل إسرائيل، زي ما حضرتك قلت على البيت الأبيض أو الولايات المتحدة الأمريكية، في حاجتين، هناك سيولة في الموقف الأمريكي وهناك رسائل متضاربة في الولايات المتحدة الأمريكية. البنتاغون يرفض تماما دخول سلطة الاحتلال إلى رفح لأنه يؤدي إلى تدمير وفوضى وكارثة إنسانية، هكذا يقتنع البنتاغون. وفي نفس الوقت يتم إرسال يعني مسؤولين كبار الفاينانشال تتحدث اليوم عن أن تسليح إسرائيل أمر لابد منه، أمر لا رجعة فيه، وأن هذه الشحنات التقرير اللي طلع من البيت الأبيض أو من رجال بايدن يتحدث عن أن السلاح الأمريكي لم يتم استخدامه فيما يتعلق بأن هناك انتهاكات تمت بالسلاح الأمريكي. كيف يمكن أن نصدق يعني هذا الكلام على أرض الواقع؟ وبالتالي خلينا بقى نقول حاجة أخيرة، يعني الثوابت المصرية هي الحاكمة في هذه الأمور كلها. عندما تكشر مصر عن أنيابها من حين لآخر، عندما تتمادى إسرائيل وتفكر في اجتياز الخطوط الحمراء وإن فكرة الحرب هي المسيطرة، يأتي الصوت المصري اللي هو العاقل طوال الوقت والمتزن والصوت الموثوق فيه من كل أطراف الصراع ومن كل الشركاء الإقليميين وحتى الولايات المتحدة طبعا والاتحاد الأوروبي، كل حلفائنا الدوليين، لابد من إظهار ما بين قوسين العين الحمراء. دخول رفح مسألة كارثية، الفكرة من البداية هي تهجير بأي شكل واستحالة الحياة في غزة، أن تتحول غزة إلى جحيم لا يمكن الحياة على أرضها. وبالتالي نتنياهو يسير في هذا الاتجاه يعني مدفوع طوال الوقت بهذه الدوافع اللي اتكلمنا فيها. مصر وموقفها لديها الثوابت ولديها المحددات لهذا الموقف، وتسعى إلى وقف الإبادة الجماعية. لا يمكن أن هي تتعامل مع الجانب الإسرائيلي الذي يحتل معبر رفح من الجانب الفلسطيني ويتحكم فيه، وبالتالي هو يتحكم فيه. هي خروقات مستمرة لكل الأعراف ولكل القوانين والمواثيق وحتى للاتفاقات اللي موجودة. طيب دكتور، سفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر في الأمم المتحدة بيتكلم عن جرائم الحرب اللي بترتكبها إسرائيل في غزة، وقال هتخلق جيل عربي غاضب فاقد للثقة في المجتمع الدولي. لو حطينا الجملة دي قدام الكلام زي ما ذكر الدكتور أشرف وبيتكلم عن رئيسة جامعة كولومبيا ورئيسات الجامعات ورؤساء الجامعات اللي هم قدامهم جيل من الأمريكان اللي هو هيخرج فاقد الثقة في مجتمع نفسه، إلى أين يتجه العالم وإحنا خلقنا أعتقد في فترة السبع شهور دول يعني أجيال الله أعلم هتبقى بتتعامل مع العالم إزاي؟ صحيح.
إسرائيل بلا شك ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا ننسى أبدا أن هناك تحقيقا مفتوحا منذ عام 2021 عن طريق المدعي العام السابق على كريم خان في الجرائم الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة منذ حرب عام 2014، وأن هذا التحقيق غير محدد مدة الانتهاء، فبالتالي من الممكن أن يستأنف أو يعني في تلويح لاستئنافه. ما ارتكب من جرائم وقتها لا يقارن بما ارتكب من جرائم الآن. وهذه الجرائم بلا شك جرائم اللي هي ضد جرائم حرب وضد الإنسانية لها بالتأكيد مردود، لازم يبقى مردود، لازم المجتمع الدولي يستطيع أن يحجب التسييس عن العدالة الجنائية. ما خلاص هو ما حصلش وخلاص والدنيا والدنيا مشيت في الاتجاه اللي هو في التسييس وما فيش عدالة تماما والتهديد للمحكمة الجنائية الدولية اللي جاية على لسان أعضاء مجلس النواب. الفكرة الأساسية إن لدى إسرائيل إنها تتخلص من حماس فكرة مثالية، فكرة ميتافيزيقية غير مفهومة. ليه؟ لانه قبل حماس ما كان في مقاومه، وكما سترحل حماس هيبقى في مقاومه، بالذات ربما يكون مقاومه اشد بأسا من حماس، لان انت في وضع احتلال وانتهاك جسيم للقانون الدولي ولقانون حقوق الانسان وللقانون الانساني الدولي. لا، اما ال 35 الف اللي استشهدوا دولت مش ليهم ابناء وليهم اباء وليهم اقارب واقارب. هنا نحن اذا ربما نحن إذا يعني جيل جديد من المقاومة بعد أن تنتهي هذه الحرب بالطريقة التي ستنتهي إليها، لكن زي ما حدث في 48، بعد 48 إحنا شفنا بعد النكبة ظهور حركة القوميين العرب والحدوث ثورة 23 يوليو وفي نفس الوقت بداية حزب البعث وبداية المقاومة الفلسطينية فيما بعد تشكلت من فتح ومن غيره. فنحن إذا يعني سيناريو مماثل لما حدث في 48، ربما في فترة زمنية يعني من القصيرة إلى المتوسط، يعني من 3 إلى 5 سنوات قد نشهد ظواهر جديدة في المقاومة الفلسطينية. طيب دكتور أشرف، يعني هنا النهاردة بنتكلم على المقاومة، أو زي ما الدكتور عبد الحليم تفضل ويتكلم عن دول قامت بتغييرات كبيرة جدا في فترة في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينيات، لكن اليوم احنا بنتكلم على الحرب تخلق الكراهية بلا شك. طبعا. وما تقوليش أبدا وحضرتك دارس، ما تقوليش أن العلاقة بين الألمان والفرنسيين النهاردة علاقة سوية 100%. لا يمكن. ولكن في مرار موجود بينهم. طبعا. رغم انقضاء احنا بنتكلم على أكتر من 70 سنة. فبالتالي هذه الحالة اللي هتحصل، هل لأن كبار السن اللي موجودين زي بايدن وترامب ولا يفرق معهم لأنهم لن يروا هذا؟ ولكن الكبار، الناس اللي مسؤولين، الناس اللي في رؤساء الجامعات دول اللي خافوا على أكل عيشهم فرجعوا في كلامهم ولا كأنهم يعني بط موسكوفي. دي الطامة الكبرى اللي تواجه المجتمع العالمي والمجتمع الأمريكي. يعني انت عودت الجامعات على أنها الجامعات الغالية الغنية، على أن أولادهم صوته حر وبيقدر ان هو يدفع فلوس كتير عشان ياخد ما هو اجود من فكرة المنطقية والعقلانية والتعليم. فهم واجهوا تحدي في الولايات المتحدة الطلبة اللي هو الاتساق بين القضية الاوكرانية والقضية الفلسطينية. هل في اتساق؟ لا، ما فيش اتساق. فانت ماشي في طريق مع اوكرانيا، المفروض تمشي في نفس الطريق لحماية فلسطين ودفاع عن فلسطين وعن شعب فلسطين. هنا بقى في تناقض. التناقض الثاني لما بدأوا اللي هي الفكرة بتاعت القانون الدولي والمنظمة الدولية ومجلس الأمن والفيتو. تعرف أستاذ أسامة، في حديث الآن موجود في الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء القانون الدولي والتنظيم الدولي من مناهج الجامعات. ليه؟ لأن يعني القانون الدولي هو يعني يعطي أمام القاعدة القانونية بأنها أقرب إلى مفهوم المعادلة الرياضية التي تؤدي إلى حكم واضح. انا النهارده 143 دوله بتوافق على عضويه فلسطين، ويجي مندوب دوله الاحتلال يعمل هذا الهزل
بقطع الميثاق وانها ده هو مش فيش حد يطلع له كارت احمر على اللي عمله ده، يعني الكلام ده لا يعاقب عليه اي قانون ده هو سهل يعني. ده هذا امر يعني مثير للسخريه وبيؤكد على ان دوله الاحتلال بما بالعمل الكوميدي ده امام المجتمع الدولي انها دوله مارقه منبوذه لا يمكن الوثوق في كل قراراتها وممثليها. يعني حتى كمان لما كان طبعا مندوب مصر في مجلس الامن واعطى الطلقات الناريه القويه اللي يعني كانت تضع خطوط واضحه لدور مصر وسياسه مصر في التعامل مع القضيه الفلسطينيه، ودي على فكره كانت عامله زي الرصاص على الاسرائيليين، مش كانوا متخيلين ان يعني مصر لسه برضه زي ما هي ما بتتغيرش، يعني هي مش يعني لسه برضه الكلام جامد. فهو هنا دوله الاحتلال يعني وقع في ازمه بتواجه فيها الداخل الامريكي اولا، اللي هو فكره الجامعات بتعمل كده. يعني انا اعرف جامعه غنيه قوي في كاليفورنيا للاندر جرادويت للطلبه الصغيرين مش الكبار اسمها بومونا كولج، لغوا الاحتفال بتاع التخرج لان الطلبه قاعدين لهم في الكامبس، احنا قاعدين لكم هنا. ده خلي بالك دي جامعه غنيه جدا، والجامعات دي كلها معظمها الطلبه فهموا حاجه جدا، الامريكيين حتى شوف الامريكيين اليهود والعرب واللاتينو والافريكان امريكان كلهم على خط واحد، اللي هو فكره ايه؟ الحته خطيره قوي، نلغي التعاون والاستثمارات مع دوله الاحتلال. فين بقى؟ لان البحوث الراقيه تاخدها دولة الاحتلال تطور بيها في الصناعات الدفاعية والبايو كيمستري والبايو تكنولوجي، فدولة بتاخد الزبدة من الجامعات. فالطلبة فهموا قالك لا احنا عايزين نلغي القصة دي لان الدولة ديت ما ينفعش انها تاخد كل ما هو من مجهود انساني وهي تقتل الانسانية بقتل الاطفال والنساء. انت عارف شوف لو كان نتنياهو ده بيفهم كان ايه حماس اللي ضربته، طب هاته ماشي اوكي يعني انت حركه مقاومه ولا تسمى كما تسمى، ولكن الفلسطينيين بعد اللي حصل لهم هم شايفينها حركه مقاومه خلاص، يعني هم شايفينها ان هي بتقاوم. لكن انت كدوله احتلال المفروض كنت تحترم القانون الدولي. الدمار اللي وصلت فيه غزه 80%، 35,000 شهيد، اكثر من 77,000 مصاب، انت بتتكلم عن شخص يعني كمثل كفيل دخل محل زجاج بالضخامه اللي عمال يكسر كل حاجه. كفيل الدكتور اش قصده مثل الفيل، مش قصده كفيل يعني انا اسف يعني مثل الفيل. دوله احتلال دخلت عماله تكسر في كل حاجه، وكأن دوله الاحتلال ديت خارج القانون الدولي وخارج فكره ان حد يقول لها اللي انت بتعمليه ده غلط. يعني يجي بين قفيل، انا مش قادر اتخيل لما بايدن بيقول احنا هنوقف ارسال القنابل لان موضوع رفح ده موضوع هيضايق المصريين واحنا لازم نحافظ على العلاقات الاستراتيجيه لان مصر اساس في المنطقه، مش هنبدا ندعم دوله الاحتلال بعمل اهبل مجنون فيشتكوه في باريس ان هو انت عارف ده يروح كاتب ايه؟ كاتب كده يقول لك ايه بايدن وقلب احمر كده كمان، يعني عامل قلب احمر من الحمار الداكن قوي. أيوة. يا حماس بتحب بايدن، يعني حماس بتحب بايدن ومبسوطين قوي. يعني شوف المشهد ده كانك بتكلم على كلام زي في ثالثه اعدادي، كوميديا بقتل، كوميديا بدم. طب عايز اسال حضرتك دلوقتي، العالم كله حذر اسرائيل من الدخول رفح، فدخلت اسرائيل الى رفح، سميها بقى جزئيا نسميه اجتياح، يعني انا مش دبلوماسي ولا سياسي، حضرتك سياسي اكتر مني فتقدر تسميها زي ما تحب، لكن هي دخلت رفح في احياء، خمس احياء سبع احياء هي دخلت رفح. اين العالم من هذا التحذير الكبير الذي ارسل الى اسرائيل من قبل؟ يعني ازدواجيه المعايير في التعامل مع القضيه مساله تاريخيه. يعلنون اشياء واسفل الطاوله اشياء اخرى. عندما نقول ان بايدن شخصيا يوقع قرارات لإمداد إسرائيل بالأسلحة، قرارات رئاسية نافذة لا يعني ليست مؤسسية كما نعرف أمريكا. أمريكا بالبنتاغون، بالخارجية، بمؤسسة الرئاسة، بكل أجهزتها الاستخباراتية تتعامل مع المسألة على أنها مسألة شخصية،
وبايدن يتعامل مع الامر على انه مساله شخصيه ايضا، رغم كل رفضه، يعني رفضه على مدار 7 شهور لنتنياهو وتحذيره وتعنيفه وردود نتنياهو عليه في العلن. ويعني بس يعني تحذيرات بايدن كانت شبه كده زي الاب اللي يقول لابنه بس يا حبيبي بس صح. يا بابا ما تعملش دوشه عشان ماما نايمه كده يعني. يعني كان بعضها حد احيانا يا استاذ سامي، كان بعضها حد، خلينا نقول نبقى يعني اكثر دقه، صحيح زي ما حضرتك بتقول، بس كان بعضها حد وعنيف. لكن ما هي النتيجه اللي حصلت نتيجه هذه التحذيرات واللغه العنيفه وغيره؟ ولا شيء، ما بسش يا بابا، لا ما بس، وصحهم من النوم وكل حاجه صحيح. علشان كده اعتقد ان بايدن يدفع فاتوره مرتفعه جدا، يدفع فاتوره غاليه جدا بسبب هذا الموقف. لاول مره البيت الابيض يظهر امام العالم بهذا الضعف، حتى في دعمه لاوكرانيا، بدل البيت الابيض على مدار شهور مضت ضعيف في انه يقر مساعدات لاوكرانيا بشكل مباشر. فالبيت الابيض لا يحكم امريكا الان. من يحكم؟ من يحكم امريكا؟ اصحاب المصالح، مين؟ اللوبي اللي هم مين؟ اللوبي اليهودي. اليهودي اولا. اعتقد ان الاعلام لم يعد كسابقه، الاعلام اي الان يقف، هقول، في منطقه وسطى. هناك تقارير كثيره جدا تخرج من نيويورك تايمز ومن غيرها، يعني من الصحف الامريكيه، وبنتابعها منصفه الى حد كبير جدا، لدرجه ان يعني هناك ما نسميه تحقيقات استقصائيه على الارض. مش قوي كده يعني، خليني بس اقول ان زي ما حاصل في وسيله حضرتك الاعلاميه ووسيلتي الاعلاميه، نحن نفقد السيطره امام اعلام المواطن. فاعلام المواطن في الولايات المتحده الامريكيه هو اللي عمل الهزه والرجه لنوصل للناس بالحقيقه. كان المواطنين الامريكيين يخرجون امام القنوات الامريكيه، انتم كاذبون، انتم منافقون. خلاص الصوره وصلت، السرديه الاسرائيليه ما بقتش حرب، لا هي حرب فيتنام ولا هي حرب العراق، دي حرب على مشهد من مسمع ومرأة من العالم كله. والشاب الصغير اللي في غزه بيبعتها بحيث انها تصل الى الشاب الصغير اللي موجود في لندن او في كاليفورنيا، فبالتالي تبنى الفكره. الضغط الراي العام ده اللي حاصل نتيجه الانتشار الواسع للفيديوهات وللحقائق على الارض، خلى الاعلام نقول يتبنى بعض السرديه المصريه العربيه المنصفه للقضيه. ده التوصيف الدقيق. تمام، متفقين. لكن كمان يعني اعتقد ان كل الاستفتاءات واستطلاعات الراي الامريكيه ياتي بايدن متاخرا عن ترامب. لا اقصد ان ترامب مناصر للقضيه بدرجه اكبر، ولكن لان هو في دائره صنع القرار بدرجه اقل كتير. طيب يعني قبل ما نروح الفاصل، بس عايز اقول على حاجه مهمه في هذا المنطلق اللي احنا بنتكلم فيه. بنقول ان ما يحدث على الارض بيغير الصوره الواقعيه اللي موجوده قدامنا. النهارده ممكن التغيير الكبير يحصل على مدار سنوات طويله، ولكن السنوات والاشهر القليله هي اللي بتهمنا، ويمكن اكتر من الاشهر بيهمنا الايام القليله والساعات القليله. نلتقي بعد الفاصل نتحدث عن هذا الامر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنا بنقول المدى الطويل ممكن يحصل فيه الكثير، ولكن المدى القصير اللي هو ساعات وايام واسابيع يهمنا دلوقتي اننا نتكلم فيه. دكتور عبد العليم، النهارده لما نقول ان المفاوضات حدث فيها ما حدث، هل من الممكن اننا نعود مره اخرى الى مفاوضات مثمره، خاصه من التصريح الامريكاني بيقول المفاوضات ولو افتراضيه، يعني معناها عايز يعملها على زوم، وده ينفع الكلام ده؟ ما اعتقدش ان يعني دي مفاوضات تتعلق بمصير شعب، يعني مصير الشعب الفلسطيني لا يمكن ان نكتفي بانها تبقى على زوم او تبقى افتراضيه، لا لازم تبقى مفاوضات يعني حقيقيه. هنعود للمفاوضات دي تفتكر؟ يعني وامتى نعود؟ الولايات المتحده يا استاذ اسامه، ده المهم في الموضوع او اللي انا احب اشير ليه، ان الولايات المتحده بتتراجع امام اسرائيل، لأن التعديلات التي أدخلت على مقترح المصري للمفاوضات ووافقت عليه حماس
كانت بعلم الامريكيين وبموافقه رئيس المخابرات المركزيه الامريكي اللي كان قاعد في المنطقه، ولم تبلغ الولايات المتحده الامريكيه اسرائيل بهذا الامر. بس الولايات المتحده قالت بلغناهم، فبالتالي كيف يمكن لدوله قالوا بلغناهم، يعني اسرائيل قالت احنا ما نعرفش، بس امريكا طلعت قالت لا كان يعرفوا. والله انا التصريحات اللي قريتها، لكن الاسرائيليين غاضبين، في غاضبين ان الولايات المتحده لم تبلغهم بهذه التعديلات. فعلى اي حال، لكن احنا دلوقتي اذا يعني محطه مفصليه مهمه جدا جدا لابد وان تستأنف فيها المفاوضات، وعلى اسس، على اسس عادله. لان انا اعتقادي الشخصي ان مطالب حماس في انهاء القتال وعوده النازحين وانسحاب القوات الاسرائيليه بصراحه ليست مطالب حماس، هي مطالب الشعب الفلسطيني ومطالب السلطه الفلسطينيه، بل مطالب قطاعات كبيره من الراي العام ومن الدول والحكومات. وكيف يمكن تجاهل هذا الامر ووضعها في اطار انها انتصار لحماس؟ هذه مغالطه. اسرائيل تنتصر على ماذا؟ ماذا فعلت؟ ماذا، ما معنى الانتصار على اسرائيل؟ هل انسحبت اسرائيل من الاراضي المحتله؟ هل يعني تكبدت خسائر تفوق الطاقة أو تجبرها على التسليم بحقوق الشعب الفلسطيني؟ لا، لكن المغالطة الإسرائيلية والغطرسة الإسرائيلية والرغبة في استعادة قوة الردع بالتعبير اللي هم بيستخدموه هي الفيصل في هذه الحرب، أن إسرائيل تريد أن تعود بقوة الردع إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر، وهي طبعا فشلت في هذا، وفشلت في استعادة. خلاص، ما حدث قد حدث، وما حدث قد حدث. والآن الأمر المؤكد أن الجرائم بتتكرر، سواء في رفح أو في أماكن أخرى أو في غزة بشكل عام. لأنه لم تلاحظ يا أستاذ أسامة أنه عندما تقول إسرائيل أنها خلصت على حماس في جزء من غزة في الشمال أو في الجنوب في خان يونس أو في الوسط، فنكتشف انها تكذب على نفسها. واساسا غزه مش قاره يعني، انت المعارك في شمال غزه الان، وفي جنوب غزه في خان يونس وفي حي الزيتون، والكلام طالع من اسرائيل انه يقال ان السنوار في خان يونس، في انفاق خان يونس، وليس فاذا دي حرب عبثيه وفاشله من ضمن الحروب الفاشله التي لا هدف لها سوى ممارسه القتل والتدمير، ويعني تدمير البنى كلها، حرق الأرض، تسوية غزة بالأرض. طب دكتور أشرف، لما حماس قبل ما تعلن عن موافقتها على الشروط كانوا موجودين في القاهرة، طبعا تحريك الآليات والقوات عملية مش بتحصل في 2 أو 3 ساعات طبعا، فالآليات العسكرية كانت قد تحركت بالفعل، والتهديد كان وشيكا بل كان محققا أنه يحدث. لماذا تأخرت حماس في إعلانها عن الموافقة على الشروط، وانتظرت حتى تعود إلى قطر، حتى يعني زي ما يقولوا تاخد البليسنجز من هناك، مع أن البليسنجز دي ممكن ياخدوها على الواتساب، ممكن كانت تجي لهم. لماذا تأخروا وكانوا شايفين إيه اللي ممكن يحصل وهم عارفين أن الضربة قادمة؟ شوف حضرتك، يعني موقف حماس كحركة مقاومة أو أنها حماس المستقلة التي تعبر عن الدولة الفلسطينية، يعني المشكلة اللي احنا واعيين فيها ما بين السلطة أبو مازن مع حماس، طبعا دي كانت سابقة على 7 أكتوبر، وما قامت به حماس في 7 أكتوبر أنا في تصوري أنه كان قرارا غير عقلانيا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. فكرة رأس حماس في قطر أو اللي على الأرض، وصعوبة التواصل مع السنوار برضو، فده بتخلي القرارات بتاعت حماس بتاخد جزء من الوقت إلى حين أن يأتي تغير في الموقف. اللحظة دي كانت لحظة حاسمة ولحظة حاسمة، ووقف على الدقيقة، وقف على حقن الدماء في هذه اللحظة. وأعتقد كان السنوار و رفاقه كانوا قد وافقوا بالفعل، فالعودة إلى قطر كانت تعني العودة إلى هنية ورفاقه اللي هناك، اللي هم ما هماش الجزء المؤثر الفعلي في ده. ليه التأخير ده؟ شوف، الحماس ودولة الاحتلال الاتنين عارفين انهم بيخشوا في مفاوضات، والموقف سينتهي بالاعتداء قادم من دولة الاحتلال، وأنها ستقوم بالفعل. يعني هما
ليس هناك شريك موثوق من قدامهم سواء من الإسرائيليين. الطرف الأمريكي شايف أنه هو ما زال غير قادر على الضغط على الإسرائيليين، وبالتالي حماس كان عندها يعني خط واضح بتطلب به. مين هيطلع قدام شعبه يقول أن أنا حققت انتصار بعد مرور هذه الشهور تلك الشهور وعدد الاستشهاد الكبير، وبالتالي تحرير المحتجزين؟ ده إسرائيل عايزاه، وعارفة حماس أنها لو حررت المحتجزين سيتم الدك أكتر. الموضوع أمر طبيعي يعني. أنا من البداية خالص وأنا بقول هم إزاي أنت متوقع أن هم يفرغوا لك عن المحتجزين وأنت بتقول لهم هضربك بكرة؟ بالتأكيد يعني، وهدنا 7 أيام وهدنا 4 أيام يعني، فأنت أساسا حاطط شروط مستحيلة التنفيذ حتى من باب الحفاظ على البقاء. بالتأكيد صعوبة الموقف فعلا حقيقي بالنسبة للمفاوض الفلسطيني، أن احنا عندنا أكثر من رأس تمثل فلسطين، وده على فكرة حل القضية الفلسطينية يجب أن تنتهي بتحديد المقاومة الفلسطينية، شهداء الأقصى، جهاد، حماس، هي لازم تبقى في مقاومة فلسطينية حتى يكون هناك تعريف واضح أمام العالم كله، أمام الفلسطينيين، أن احنا عندنا مقاومة. بالعكس أنا أتوقع انقسام أكتر، لأن حالة الغضب اللي موجودة بين الشعب الفلسطيني في الفترة الحالية هيخلي أنه ما فيش التزام بأي شيء، لأن الآخر لم يلتزم بأي شيء، فلابد من الرد. رأي حضرتك إيه؟ لا، والآخر يريد أن تظل الوقيعة ما بين كل الأطراف الفلسطينية قائمة، وهو يغذي هذا الإحساس وهذا الشعور وهذا الموقف، وهو من الأول حاول إضعاف السلطة الفلسطينية، التشكيك في السلطة الفلسطينية وإضعاف السلطة الفلسطينية طول الوقت. وفي نفس الوقت كان لديه حتى حاول خلال 7 شهور هذه أنه هو يطرح فكرة تسليح القبائل يعني، وتتحول المسألة إلى حرب أهلية داخل غزة. ده أعلن في من سلطة الاحتلال، ولكن فشل الأمر. الرهان اللي هو في السؤال الأول اللي حضرتك طرحته يا أستاذ أسامة في بداية الحلقة، أن هل ينفد الصبر المصري؟ صبر مصر في هذه القضية هو صبر استراتيجي إذا جاز التعبير، بمعنى أن مصر هي الطرف الموثوق من كل الأطراف، وبالتالي لا يمكن أن تتخلى. ولو حضرتك تفتكر برضو يعني أن حضرتك قلت برضو في نفس السياق أن هناك كان إحباط من أشقائنا في قطر، وانسحبوا، اعلنوا ان هم يعني انسحبوا من الوساطه ولكن المفوض المصري بدأب شديد جدا اعاد الاخوه في قطر الى مسار المفاوضات مره اخرى، لانه ليس هناك مجال لمنع الاباده الجماعيه وتصفيه القضيه وتهجير الفلسطينيين الا من خلال المفاوضات والضغط على اسرائيل بكل الطرق الدبلوماسيه التي نملكها. هنا بقى بتكلم في جبهه فلسطينية موحدة، جبهة عربية موحدة تعمل بشكل ضغوط كبيرة جدا على أصحاب القرار الحقيقي، سواء بنتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية بكل مؤسساتها، بكل مكوناتها، وكيف يمكن أن يصل الأمر إلى حتى في الداخل الإسرائيلي. هناك مظاهرات الآن وقطع للطرق احتجاجا على الانسحاب من الهدنة أو من الصفقة أو من بس لن يعمل نتنياهو ورفاقه بما يحدث من مظاهرات ولا حاجه. بالتاكيد، لكن لسبب بقى مهم حضرتك يا استاذ سامة، المخطط للتهجير مش بس للتهجير، هو مخطط لاقامه مشروع اسرائيلي تجاري، ممر تجاري عالمي عبر الاراضي عبر غزه. ده جانب. الجانب الثاني تصدير الازمه للدول العربيه المجاوره وتهديد الأمن القومي المصري والأردني وتهديد المنطقة بالكامل. الثالث ثروات غزة في البحر المتوسط، عين إسرائيل على هذا تماما. فلا، المسألة ليست مجرد أن هو عنف لأنهم دمويين، ولا، هناك أهداف طبعا. النظرة لغزة من جانب إسرائيل النهاردة تختلف عن النظرة لغزة من جانب شارون في فترة من الفترات، لأن زي ما حضرتك أضفت البعد الاقتصادي المهم والبعد الاستراتيجي ايضا في التعامل، واقامه مستوطنات فلسطينيه يعني مستوطنات اسرائيليه على 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 انقاض ما تم هدمه واحتلال مساحات اكبر، وبالتالي انت بتفقد فكره حتى الدوله على ارض، لم يعد هناك ارض تقام عليها. هو عنده تجربه موجوده في الضفه الغربيه انه قسم الضفه الغربيه
الى كانتونات متفرقه، فبالتالي هو بيقول هكرر نفس الموضوع في غزه، فبالتالي يحقق الامن، يحقق ان هو مش هياخد من اهل فلسطين غير انه بقوا العماله اللي بتساعده في مشاريعه، وان هو يقدر يهيمن ويسيطر وينشئ مشاريعه الاقتصاديه والعالم في حاله صمت. فاصل اخير ونستكمل الحوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الأخير من لقائنا، في الجزئين السابقين تحدثنا عن الأشقاء في غزة وفي فلسطين، تحدثنا عن الجانب الإسرائيلي، تحدثنا عن الجانب الأمريكي، تحدثنا عن صبر المفاوض المصري في ما يدار من مفاوضات ومحاولات الوصول لوقف إطلاق نار وحل عادل، ولكن لم نتحدث بشكل كافي، وهو ده اللي هنعمله في الجزء الأخير، عن مصر ووضع مصر في ظل هذه الأوضاع الملتهبة حولها، سواء كانت في السودان، في غزة، الحمد لله الدنيا أحسن شوية في ليبيا، ولكن تظل هذه البؤر المحيطة بمصر مؤثرة عليها. دكتور عبد العليم، رأي حضرتك إيه؟ والله مصر يعني محاطة يعني باشتباكات حدود مشتعلة، يعني سواء في الشرق في غزة أو في السودان أو في ليبيا، وبالتالي يعني مصر يعني تتحلى بالحكمة، والبحر الأحمر والبحر الأحمر واليمن وباب المندب وتأثيرها على قناة السويس إلى آخر، يعني كلها يعني منطقة أصلا جيوبوليتيكية واحدة بتتأثر مصر في القلب منها، وبالتالي مصر بتتأثر بهذه التفاعلات، وعلى مصر تتحلى بقدر كبير من الحكمة والصبر. الحكمة هي اللي مطلوبة في هذه اللحظة. أنا أعتقد الحكمة والقدرة أيضا. القدرة أي الاستعداد انطلاقا برؤية استراتيجية للمصالح المصرية المتداخلة هنا شرقا وغربا وجنوبا بحكمة وبقدرة أيضا. قدرة مصر على أنها تحجم هذه الضغوط وتتعامل معها وتفكر في بدائل وفي نقاط ارتكاز يعني أساسية لاحتواء هذه التفاعلات وتأثيرها على الأمن القومي المصري. وأنا أعتقد أن نموذج الحرب في غزة هو يجسد كل هذه التشابكات، لأن مصر حتى الآن لم تنسحب من المفاوضات أو لم تتخلى، ولن تنسحب من ولن تتخلى، بل بالعكس إن في أحلك اللحظات هي التي بادرت وهي التي قدمت المقترح الذي دار حوله الجدل والذي أدخل عليه الولايات المتحدة الأمريكية بعض التعديلات التي قبلتها حماس، وبالتالي فمصر عليها أن تستمر في إطار الاشتباك الإيجابي، لأنه طول ما احنا قافلين على نفسنا ما لا خلاص احنا هذه وضعنا مختلف عن وضع البلاد الاخرى، احنا على الباب لكل هذه المشكله. لدينا مؤسسات ولدينا قياده سياسيه يعني تتمتع بالبصيره، وبالتالي الاشتباك الفعال والايجابي ان مع الولايات المتحده او مع اسرائيل او مع الفلسطينيين، ومصر الحمد لله لها ثقل دولي وتحتفظ بعلاقات طيبه بالعديد من الدول في العالم، ولها يعني رصيد في هذا المجال، في مجال احترام القانون واحترام المعاهدات وفي مجال الوساطه واحتواء التفاعل. طب هضيف لكلام دكتور عبد العليم ان بالاضافه لكل ما يحدث في الحدود، احنا عندنا كمان ده يتسبب في ازمات اقتصاديه في المنطقه تترجم ايضا هنا في مصر، ومصر بتحاول انها تتعافى من مجموعه من المشكلات اللي دارت خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا. أنا يمكن ممكن أزعم أن أنا أكون من أكثر الناس تعاطفا مع شعب غزة ومع المواطن الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ووقوفا خلال السبع شهور اللي فاتوا ضد ما يرتكبه الاحتلال، ولكن لما بشوف بعض الزملاء سواء في الإعلام أو من المثقفين أن هم بيحاولوا بصوت عالي يتكلموا عن أن مصر ترد ردود عنيفة، أن مصر تدخل في حالة حرب، أن مصر تعمل كذا، هذه العنجهية من ناحية،
وهذا الكلام اللي بيبقى خارج من الناس في رأي الشخص انه كلام غير مسؤول، ان انت لو جريت البلد دي الى حتى ولو حرب محدودة فانت بتلقي بال 110 مليون مواطن مصري في ازمات اكثر من الازمات. حضرتك شايف الصورة دي ازاي؟ مصر يعني موقفها في فهم الاستقرار الاقليمي هو مبني على الحفاظ على قوة الجيش المصري، وده حاجة يعني نجح فيها الرئيس السيسي بان هو بنى قوة ردع قوية جدا لتسليح الجيش المصري بشكل كبير. وهذا الردع هو رغم الجنون الذي يحدث في دولة الاحتلال كنا ممكن نشوف عدد اكتر من الشهداء ومن الجرحى اكتر من كده، وكان ممكن دولة الاحتلال زقت الفلسطينيين ودخلتهم طبعا سيناء، لكن قوة الردع دي قوة مهمة يجب ان نحافظ عليها. يعني تعلم مصر جيدا ان موقف الذي يحدث من دولة الاحتلال تجاه فلسطين هو مبني على البيت الابيض والاداره الامريكيه بتشغل ازاي. يعني الامريكيين فهموا الاسرائيليين في حرب 73 ان انتوا لو ما سمعتوش الكلام كيسنجر لما عمل مفاوضات كان ممكن ان المصريين يخشوا تل ابيب، ومن هنا فهم الاسرائيليين ان مهم قوي ان هم يسمعوا الامريكيين عايزين ايه. الخطوط في اداره الازمه، جهاز المخابرات العامه مع وزاره الخارجيه والوصول بقوه وإظهار الثقل مصر هناك في البيت الأبيض في الإدارة الأمريكية خلى لمصر كلمة مهمة جدا عند الأمريكيين إن هم ما يتجاوزوش خطوط الحمراء وضعتها مصر. ممكن العنجهية الإسرائيلية تتجاوز حدود اتفاقية كامب ديفيد، ممكن يظهروا في معبر يقربوا من معبر رفح في خط فيلادلفيا، كل هذه أمور ده واحد مجنون بيستفزك. وهو الاستفزاز هنا بتريده الحكومه المتطرفه دي، هي عايزه تجر مصر لانها عايزه تشعل المنطقه، والجائزه بالنسبه لها هو اشعال الموقف مع جمهوريه مصر العربيه. ولكن خليها حرب دول بدل ما هي حرب ضد مدنيين. بالتاكيد، وهنا هيبقى هو عنده وضع افضل ان هو يجيب حاملات الطائرات ويجيب الوضع الامريكي تاني لمحاوله يعني جر مصر. مصر يعني انا افتكر في قراراتها قرار الحرب موجود في اي لحظه اذا كان هناك في تهديد للدوله المصريه وللخطوط التي تحددها القياده السياسيه للدفاع عن امنها القومي بشكل كبير. نعم. احنا الى الان ما زال عندنا علاقات طيبه جدا مع دول اوروبا كبيره زي فرنسا، متفقه تماما معانا بشكل كويس قوي، مفهوم قوي بالنسبه للامريكيين ان هم لا يتجاوزوا الاوروبيين لانهم اعضاء معاهم في حلف الاطلنطي، وبالتالي القرار الامريكي الداعم الكامل لدوله الاحتلال متعطل ومتردد بسبب فرنسا واسبانيا وبلجيكا وايطاليا. وعلى فكره القياده السياسيه يمكن كانت الرئيس السيسي كان عنده حاجه عجباني قوي في السياسه الخارجيه من زمان، بدا يعني التعامل مع اوروبا، اوروبا هي الاهم، ليست روسيا وليست الصين وليست امريكا. يا دي معلومه بالنسبه لي. اقول لحضرتك ليه؟ الاوروبيين النهارده عايزين عماله من مصر، اليونان طالبه والايطاليا هتطلب، في نقص في العماله، عايز من مصر العماله دي، الصين عندها كثافه في العماله، امريكا بعيده عننا قوي. تمام؟ فبالتالي الاوروبيين المصالح المرتبطه عاليه. ايوه، وبعدين الأمن الأوروبي معتمد على استقرار جمهورية مصر العربية، وبالتالي لن تسمح للأهبل الذي يقود الآن حكومة هبلة في تل أبيب أن تجر المنطقة إلى عدم استقرار. إذا كان نتنياهو يأمل في أن يستقر في الحكم ويبقى هناك بكل المذابح وكل الجثث التي يقتل بها الإسرائيليين أيضا، ما هو الأمن الإسرائيلي لم يحقق ولم يحافظوا عليه ويسأل أمام الإسرائيليين لأنه لم يحقق لهم الأمان، وبالتالي الإدارة الأمريكية تظل دائما تنظر إلى الشرق الأوسط من العيون الأوروبية. كانت يعني لابسة النظارة الإسرائيلية، ولكن اكتشفت أن إسرائيل جرتها في السلاح فيها الكثير من السلاح بتاعها بدأ يتقال أن هو بيقتل المدنيين والقنابل، وبايدن قال الاعتداء على القانون الدولي الإسرائيلي سبب فيه، فإسرائيل بتجر أمريكا إلى مأساة كبيرة، وبالتالي الأوروبيين لن يسمحوا لأن يجروا إلى هذه المهزلة التي تحدث من دولة الاحتلال. استاذ اسلام تعقيبك الاخير. خلينا نقول ان 138 دولة توافق 143 دولة في التصويت امام الجمعية العامة للأمم المتحدة
بضروره ان مجلس الامن الذي يضم خمس اعضاء دائمي العضويه بيطالبوهم بانهم يغيروا موقفهم فيما يتعلق بدوله فلسطينيه كامله العضويه. ده تحول دولي يجعل من امريكا واسرائيل في مواجهه العالم مع كم دوله؟ مع يعني هم 9 دول رفضت القرار. اذا في حاله من يعني لا اقدر اقول عزله دوليه للولايات المتحده. ما بيفرقش معاهم يا استاذ اسلام. تمام اوكي، لكن خلينا نقول ان في ان ده بي 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 بيقوي يعني مواقف دول اخرى. ان تدخل الصين على مسرح الاحداث العالمي وتكون يعني مع يعني في فرنسا يوم 6 و7 مع الرئيس ماكرون والكلام هنا كيف تضغط الصين على روسيا لكي نصل الى مفاوضات فيما يتعلق باوكرانيا. اذا انت تدخل اطراف دوليه اخرى تكون حاسمه في القضايا الدوليه. الصين دخلت على يعني لم تعد مفاتيح اللعبه في ايدي الولايات المتحده واحده بتعمل يعني هناك 1000 حساب للمواقف في الشرق الاوسط. ونجاح الصين فيما يتعلق ب ما حدث من وساطه ما بين المملكه العربيه السعوديه وايران على سبيل المثال. ومواقف الصين الداعمه للقضيه الفلسطينيه والموقف المصري والموقف العربي في القضيه. لكن خلينا كمان نقول ان هذا الزخم في دعم القضيه الفلسطينيه هو مكسب في حد ذاته. صحيح الفاتوره ثقيله جدا علينا كلنا، لكن خلينا كمان نحن نراهن على ان مصر التي اختارت السلام خيار استراتيجي هي تملك قوة الردع التي تجعل من هذا الخيار قوي بما فيه الكفاية لا يستطيع أحد أن يخترقه بسهولة أو أن يتجاوزه بسهولة. سيفكرون كثيرا في هذه المسألة. بايدن رغم مواقفه تحدث كثيرا إلى نتنياهو أو بيبي بيقول له بيبي بالنسبة لك أنت بالنسبة لهم هم أن إسرائيل تخسر كل حلفائها في العالم. كانت هذه رسائل أمريكية لنتنياهو، وبالتالي لا احنا كمصر ايضا هناك مصالح كبيره جدا. الرئيس المستشار الالماني الان يتحدث عن ان اجتياح رفح عمل غير مسؤول وتداعياته في منتهى الخطوره. المانيا ايضا لديها مصالح مع مصر، المانيا التي قالت اني يجب الحفاظ على مصالحنا مع دوله كبرى في المنطقه اسمها جمهوريه مصر العربيه، وفي ردهم على مواقف سلطة الاحتلال من من غزة. إذن أيضا مسألة الأمن الأوروبي ودور مصر الكبير جدا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، دور يقدر كثيرا في الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية. بإيقافها بمحاربتها بمكافحتها. وأيضا الملايين التي تتحدث القادة السياسية عن أنهم يعني ضيوف مصر وليسوا لاجئين. كل هذه الاعتبارات تجعل مصر في موقف قوي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على هذه الحلقة المليئة بالمعلومات والحقيقة الآراء الصائبة أيضا فيما يتعلق بوضع هو في منتهى الخطورة لا يتحمل عنجهية ولا يتحمل خروج أي شخص عشان خاطر يقول يلا بينا نروح نحارب، احنا مش رايحين نلعب ماتش كرة شراب ولا نلعب ماتش في الصلاة 5 ضد 5 واللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر. خالص الشكر للدكتور عبد العليم محمد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا لحضرتك شكرا جزيلا. خالص الشكر للدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، شكرا لحضرتك. وخالص الشكر للكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، شكرا لحضرتك شكرا جزيلا.